ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات؟ فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم أم ماذا؟ أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الرضاع المحرم: أولا أن يكون من آدمية، فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكون أخوين، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات آدم. الشرط الثاني أن يكون 5 رضعات فأكثر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو 3 أو 4 لم تكن أما له من الرضاع، فإذا أرضعت 5 مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام. وقال بعض أهل العلم إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين، فما بعد الحولين فلا عبرة به، وإن كان الطفل لم يفطن، وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن. هذه 3 شروط. هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم، وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب، يعني جر واجتمع من وطء أو حمل، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به، لأن الأصل عدمه. وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته: إني قد أرضعتكما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له: كيف وقد قيل؟ فهذا الحديث صحيح، وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال. ثم على فرض أنه مطلق، فإن هذا المطلق يحمل على المقيد، فلا تترك الأحاديث الصحيحة صريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال. وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني قد أرضعتك وزوجتك، فإنه لا بد من الاستفصال: كم أرضعت وكم، وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام؟ نعم. كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضعات، هل هي بالشبع أو بمجرد المضفة؟ هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم. نعم. فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي، فما دام الصبي متقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى. نعم. وعلى هذا فيمكن أن يأتي للرضعة الخمس في مقام واحد. وقال بعض أهل العلم إن الرضعة إنها فعلة، فهي بمنزلة الوجبة والأكلة، وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلق الثدي عدة مرات، لأنها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض حتى يشبع، وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة. هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس. نعم نعم أخرى. نعم. في مجلس. نعم هذا أقرب ما يصير. نعم. كل واحدة في مجلس. والأرجح من الرأيين، الأرجح عندي هذا، أن كل المعتبر. نعم. المجالس. المجالس. رضعة 5 رضعات، فإذا كانت 5 رضعات معناها لابد أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى. نعم. نعم. هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاعة، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا: أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟ بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع تبين أن النكاح باطل. نعم. وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا، لأنهم أتوا بوطء شبهة حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع. وإما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم، وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكار هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه
ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة، ثم يستتاب، فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل. وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته، لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها، فلا حرج، ليس في هذا شيء، إنما يبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته، هذا محرم بإجماع المسلمين، ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع. نعم. ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال. لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته. إيه نعم، هو لابد أن يكون الرضاع محرما. نعم. أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمها أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين. تقول: أختي الكبرى رضعتها أم والدي لمدة 15 يوما، فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي؟ يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع. نعم. يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها، وهي أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته، أي أن الرضاع لا يؤثر إلا على الرابع وذريته فقط. وأما أقاربه، أي أقارب الرابع كأبيه وأمه وإخوانه، فلا أثر للرضاع فيه. وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها 15 يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليسوا من محارمها، لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم، لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم. نعم. بارك الله فيكم.